السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت تذاكر كتاب برضه ما تخافش، لو عايز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. النهاردة معانا إشارة جديدة من الباب الـ13. النهاردة استرادة اونا كاراجاتا كون تري كورسيه بير اوني سينسي دي مارشا، طريق بمسار واحد وثلاث ممرات لكل اتجاه. ده الطريق بتاعنا النهارده. ازاي نحل الاسئله اللي ممكن تجينا على الكراجاتا ديت؟ هنحلها بالكلمات الاتيه: كورسيه دي ديسترا، لو جت معاها كلمه سور باص تبقى فالسو. كورسيه دي شنترالي او كورسيه دي شنترو، لو جت معاها كلمه اوردينارية تبقى فالسو. تري كورسية لو جه معاها كلمة اوبليجاتوريو تبقى فالسو. اونا كاراجاتا تبقى فيرو. دول الكلمات اللي هنحل بيهم الأسئلة. يلا مع بعض ندخل على الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. أول حاجة بشوف الأول الطريق بتاعي اهوت، مسار بتلات كورسيات لكل اتجاه. يبقى أنا عايز كلمة إيه؟ كورسية دي ديسترا. كورسية دي ديسترا فيرو. اتنين، تري كورسية ثلاث ممرات تبقى برضو فيرو. ثلاثة، كورسية تشينترو فيرو. أربعة، أونا كاراجاتا فيرو. خمسة، تري كورسية فيرو. ستة، كورسية دي ديسترا. كورسية دي ديسترا لو جيت معاها كلمة سور باصو تبقى فالسو، لأن عند كورسية دي ديسترا مارشا نورمالي يبقى فالسو. سبعة، دور على كلمة كورسية ديسترا، كورسية شنترال أو كورسية شنترو. تري كورسية أونا كاراجاتا مش موجوده يبقى فالسو. 8، كورسيه دي شنترو، ممر الاوسط، هنا بيقول لي اورديناريو معاه كلمه اورديناريو تبقى فالسو، لان كورسيه دي شنترو معموله للتجاوز السور باصو يبقى فالسو. 9، ادور على كلمه كورسيه ديسترا، كورسيه شنترو، تري كورسيه وانا كاراجاتا مش موجوده يبقى فالسو، هنا دوا مش دونا يبقى فالسو. 10، كلمه تري كورسيه معاه كلمه اوبليجاتوريو اهي تبقى فالسو. تري كورسية فيرو، اوبليجاتوريو فالسو. ده كده حلينا كام سؤال؟ 10 أسئلة. هما دول كل الأسئلة اللي ممكن يجوا لك على استرادة كون اونا كاراجاتا كون تري كورسية بير اوني سينسا دي مارشا. حليناهم بكام كلمة؟ حليناهم بكورسية ديسترا من غير كلمة سور باصو، كورسية دي تشينترو من غير اوردينارية، تري كورسية من غير اوبليجاتوريو، اونا كاراجاتا مسار واحد فقط. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.